ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. اهلا بيكم في قناتكم منوعات رحاله. معلش يا جماعه الناس المبتدئين، انا اسف جدا جدا، انا ما تخيلتش ان في ناس عندها اهتمام ان هي تعرف جميع التفاصيل اللي هي تخص التسقيق وبالذات ما يخص العده. فالنهارده ان شاء الله احنا هنشرح عده التسقيط للمبتدئين باذن الله ومشيته. بص يا جماعه، احنا بنشتغل تسقيط عن طريق شغل يدوي بحاجة اسمها اللنسة، اللي هي مثلا بتبقى خشبة زي دي تنباع جاهزة كده بإيد، وبنفس الطريقة دي بتحط عليها الخيط بتاعك. بنفس الطريقة دي اللنسة دي بتشتغل بيها وعر أو غزيلة، بتحطها على إيدك كده إن شاء الله، بتظبطها الأول، وبعد ما بتظبطها بتشتغل والخيط على إيدك، بتاخد الحسة بتاعتك من صبعك ده، تبقى بالطريقة دي كده تبدأ تسقط وبتنزل واحدة واحدة. أول ما بتحس بالسمكة بتيجي رادد عليها وتبدأ إيه ترفع. أهم حاجة في موضوع اللنسة دي إن أنت ما تضايقش الناس اللي هي جنبك. إحنا بنشتغل بالعيدان عشان بتبقى المركب مثلا ما بنبقاش لوحدينا فيها، في مركب بيبقى عليها 10، في مركب بيبقى عليها 7، فإحنا بنشتغل بالعود وبالمكنة بحيث إن إحنا ما نضايقش بعض جوه الإيه جوه المركب. ولكن لو انت في مكان واسع بيفضل ان انت تشتغل بلنسة، او كل واحد وامكانياته. ده بالنسبة للخيط. الخيطان المستخدمة لللنسة دي بتبدأ معاك من 90 لحد 35 او 40. 90 كل حاجة وليها حاجة، يعني مثلا انت شغال على وعر مستهدف سمك كبير بس، بيبقى الخيط بتاعك 90، بتركب صنار او صنارين وبتشتغل بطعم كبير او طعم حي، وبتنزل تحت منك لحد اما ايه تشتغل على ايه على سمكه كبيره. لو بتشتغل مثلا على مكان السمك اللي فيه صغير بتحط 3 صنانير وبتشتغل بيه. مش عايزين نطول عشان وقت الفيديو ده ما يخص اللنسة. طيب لو ما عندكش خشبه زي دي، في بكر برضو بيتباع جاهز بتحط عليه الخيط. لو برضو ما عندكش البكر، ممكن البكره دي نفسها ايه تنفع معاك. طيب نيجي بعد كده نجهز عود الايه عود التسقيط ده ما يخص اللنسة، خلصنا منه. نيجي بقى في عود التسقيط. عود التسقيط انت بتشتريه بيبقى بنفس المنظر ده كده زي ما انت شايفه. الاطوال اللي هي محتاجها انت في المركب بتشتغل مثلا بمتر 60، متر 90، 2 متر و10، 2 متر 40. انا المفضل بالنسبة لي 2 متر 40. العود اللي انت هتختاره فيه عيدان صب، هو بيبقى كلها صب، يعني ممكن تشتغل برضو بعود تلسكوب بس يكون قوي. لو هتشتري عود صب انا عايزك تتأكد ان العود ده بيبقى مثلا ايه جواه واير زي ده كده، اللي هو ده اللي في قلب العود ده، دي بتبقى اجود انواع، يعني هي بتبقاش غالية، بتبقاش غالية كتيرة بس دي اجود حاجة. لو ما لقيتش برضو في حاجات كويسة يعني. المهم انا مش عايزك تستغلى في العدة اللي انت بتشتري بيها، العدة اللي انت هتشتريها يعني، ما تخلاش مثلا تخليش العود مثلا يزيد عن 120 جنيه او 130 جنيه. تمام. ده عود الصب بتيجي انت بتشتريه. طبعا احنا بنخاطب ناس مبتدئة فهنحاول نفهمها كل حاجة. العود بيبقى بالمنظر ده، بيبقى فيه هنا سمولة بلاستيك عليها قطعتين معدن، القطعتين دول ليهم مجرى كده في الضفر ده للمكنة. بتجيب انت المكنة، الخيطان طبعا قبل المكنة بتاعتك اهيت ماشي. انا شغالة يا جماعة بحاجة اسمها، انا شغال بحاجة اسمها سي سايد. المكنة دي هندي صيني اسف، وكويسة والله شغالة معايا زي الفل. في ايه تاني غير السي سايد للتسقيط؟ انا من اللي انا جربته في حاجة اسمها اكوا مارينا، الحلة بتاعتها بتبقى معدن زرقاء والجسم فايبر. دي بتبدأ مثلا من 175 او 170 لحد 210 على حسب البلد وعلى حسب البياع اللي انت ايه اللي انت عنده. حاجة زي دي انا شاريها ب 375، 10,000. ممكن تلاقيها عندك مثلا ب 400، ب 410، 415،
المهم يعني ايه، ما تخليهاش تزيد عن 425، اكتر من كده يبقى البياع ايه، البياع غالي. تمام يا جماعة، دي المكنة، ودي انا المكنة ديت مجهزها بخيط بريد 35 اللي هو البقرة ديت، دي مكتوب عليها هنا شادية هيت. تمام، وده الايه البريد بتاعي، يا رب تكون واضحة معاكم في الصورة. تمام، لما تيجي تشتري بريد لو ما لقيتش بقرة 150 متر على بعضهم او 200 متر على بعضهم، تجيب بقرتين يكونوا ملحومين في بعض، لان الخيط ده ما بيبقاش بيبقى ملفوف كله مع بعضه، كله 100 متر موصولين ببعضهم مرة واحدة، بدل ما ما يبقى فيه عقدة. الخيط البريد ده يا جماعة اللي هو الحرير، خيط مناسب جدا 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 في التسقيط، انا بيناسبني خالص. ولكن برضو لو مفيش امكانية ان انت تجيب بريد، الخيط ده برضو يشتغل معاك. مثلا دوت بيبقى توم، بيتراوح سعره مثلا في حدود 20 جنيه 25 جنيه شغال. بتجيب مثلا برضو في عندك اللي هو الايزو ده، ده برضو البقرة ديت بتبقى 300 متر، دي كويسة تاخد منها 150 مرة وبعد كده 150. اي خيط ابيض يا جماعه، اي خيط لونه يكون ابيض او عسلي، من لو هتشتغل بشعر تشتغل بيه ب 55 45 40، كل ما تصغر في الشعر كل ما هتكون ضربتك للسمكه مرتاحه وهتحس بالسمكه وهي طالعه معاك. طيب المكنه بيبقى ليها اللي هي القاعده بتاعتها ديت، بتدخلها هنا كده. تمام، وبعد كده بصبعك ده بتمسك كده وتبدأ تقفل بالايه. تمام، الخيط بتاعنا بعد كده هتعديه من الدبق بتاعت العود، العود بيبقى ليه برضو قطعة تانية كده، ده بيبقى صب قطعتين، بتدخلها كده. تمام، بتقيس الدنيا كويسة، بتبدأ تجهز. عديت الخيط كده يا جماعة من كل الدبل بديت. تمام، انا مستحب عندي ان انا نحط فيلة زي دي في اول الخيط، دي لازمتها ايه معايا؟ لازمتها اول شيء بتعرفني فين طريق الخيط، الشيء التاني بتصد معايا الضربة ما بين المدور والدبلة، هنوريها لكم دلوقتي. بنجيب مدور مثلا زي ده، مدور يكون كبير شوية، سعره ما بيزيدش عن الـ5 جنيه، وده طبعا اجود من اجود الانواع اللي هي موجودة في السوق، ما بيزيدش عن الـ5 جنيه، في حاجات اقل، في بجنيه، في بجنيه ونص، يعني على حسب الحاجة. بنيجي بنركب المدور،
ركبت المدوار تمام. ده اللي انا كنت مكلمكم عليه، اللي هي ديت، دي وظيفتها كده ان هي تحميلي موضوع الايه، ما تخليش المدور يضرب في الدبله اللي هي واللي قدام ديت، بحيث ان هي ما تكسرش الايه، ما تكسرش اللابلوج من قدام. طب احنا كده ان شاء الله جهزنا العده، هنيجي بعد كده. تمام يا جماعه، انا جهزت العود بتاعي كده تمام بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها دي. هنرجع بقى كده، انا طلعت على المركب، انا هنشتغل ايه؟ هنشتغل على وعر، هنشتغل على غزيلة. طيب ماشي، في مصطلحات ماشي، كده هتسمعوها وانتم على هنشتغلوا على المركب. باروخ. ماشي يحيى بيعكسني، في مصطلحات كده هتسمعوها على المركب، او انتم حتى لازم تحفظوها وتسألوها للرئيس المركب اللي هو ايه، اللي هو معاكم. مثلا وقف هو، مثلا احنا هنفترض ان احنا اشتغلنا على وعر، وقف المركب الريس، هتقول له الريس احنا تحتنا كام قامة، كام قامة دي يعني كام متر، قول له كام قامة او قول له كام متر، يعني مش شرط ان انت تعتمد على الايه، على المصطلح. لقيت مثلا تحت منك 15 متر، خفف في الرصاصة، لان التسقيط برضه زي ما احنا، زي ما الفلة ليها وزن، التسقيط ليه وزن تمام. بتوزن وزنة التسقيط ازاي؟ على حسب العمق اللي تحت منك وتيار المية والريح. طبعا التيار والريح دول بيبقوا ايه، مرتبطين مع بعض الاتنين تمام. فانت مثلا لو العمق تحت منك قليل، خفف الرصاصة. هتخفف الرصاصة هتشتغل بايه؟ مثلا لو 15 متر، خليك مثلا بحاجة 50، حاجة 60 جرام. زودت عن كده مثلا، عن ال 15 متر، دخلت على ال 20 متر، هتتقل الرصاصة شوية، هتشتغل مثلا بإيه؟ ب 60 جرام. هتتقل كمان شوية، هتشتغل ب 80 جرام أو ب 100 جرام. لقيت نفسك هتشتغل غزيلة، يبقى هتشتغل بالإيه؟ بال 200 جرام. تمام يا جماعة، الموضوع ده مهم جدا، أهم من إن أنا نقعد نربط لك السبحة والكلام ده. ماشي؟ العدة المستخدمة، السلاح المستخدم، في حاجة زي كده دي اسمها فيولا. ماشي؟ السنار ده جميل جدا جدا جدا، دوت بيبقى عليه، على الظهر بتاعه بيبقى فيه زي دمج كده، ده بيثبت لك إن كان السنار أصلي ولا ايه، ولا مش اصل الفيولا ده. العلبه دي انا بنشتريها من عندنا مثلا، من هنا دي في حدود 25 جنيه، معاك برضو لحد 30 35، اشتريها على حسب الايه، المحلات. لو ازيد من 35 يبقى البياع مش غالي، يبقى البياع حرامي تمام. في حاجه زي كده هندي، العلبه الهندي دي مقاس 4، ديت ب 15 جنيه تمام. في حاجة زي كده برضو ب 25، أو اشتغل مثلا بإيه، بالسنار اللي هو الكفتة. سنار زي ده كده مثلا، ده اللي هو بنقول عليه الإيه، الكفتة. أنا مش عارف، إن شاء الله يكون باين يعني. هتشتغل منه بخمسة وبستة تمام. لقيت نفسك برضو هتشتغل على وعر، وشغال على وعر وبعود، حط 4 صنانير او 5 صنانير. دايما خلي اخر صنار تحت قريب للارض، اخر صنار قريب للارض، خليه صنار كبير، وحط فيه طعمية كبيرة بالذات على الوعر تمام. اخر صنار في الارض تخليه كبير، وتحط فيه طعمية كبيرة. ماشي يا جماعة. طيب احنا هنختصر كده ايه، مش هنعمل سبحة، ولكن هنكمل مع بعض ربط الرصاصة. انا عندي المقص، بس انا متعود نقص ايه، بسناني. انت هتيجي
انا بس عشان مش عايز نطول في الفيديو، بتعمل العقدة بتاعتك كده، تيجي بترمل السنانير بتاعتك. هنعمل سنانير واحد، نشتغل بقى بالمقص عشان نبقى متحضرين يعني. ده الرمال بتاعنا، أسهل طريقة للرماء الطريقة دي كده أهي، بتجيب خيط كده وخيط عكسه وتلف تمام. العقدة دي اللي أنا هنركبها في المدور، بتجيب بتخلي السنار عليها لفوق بالطريقة دي كده تمام، وبتيجي ماسك الخيطين دول مساويهم ببعض بنفس الطريقة دي كده، وبتيجي عامل دايرة زي دي كده، وتعدي الخيط ده منها مرتين كده، السنارة اهوت والخية اهيت، ودي هنعديها من بعض مرتين، ادي واحد او ثلاثة، اتنين، ثلاثة. تمام، هنيجي على المدور، فاضل لنا هنيجي على المدور. طبعا انت بتكمل السبحة بتاعتك بنفس الطريقة ديت، قلنا اخر سنار اللي هو اللي تحت ده خليه سنار كبير وحط فيه طعمية كبيرة بالذات على الوعر، الوعر اللي هو الارض الصخرة تمام. طبعا يحيى كان شغال ورا مني، مش عارف بوظ الفيديو ولا لسه، بس ان شاء الله خير يعني. ماشي تمام. بص يا اخوانا، بنيجي بعد كده الرصاصه بتاعتي، الرصاصه بتاعتي في كذا رابطه ليه ماشي. في اول رابطه بتعمل خيه مثلا زي دي كده، انا ما اعرفش وبتيجي معديها من الرصاصة وبتيجي راجع معدي الرصاصة من قلب الخاية دي كده. تيجي انت بتنزل بالعود بتاعك في رابطة تانية طبعا عشان التفاح الحصان مع دلوقتي. يسل يا بابا، ماشي يا حبيبي، عشان اختصار كمان حب. خلاص يا حبيبي، اختصار للوقت. بتيجي انت بتنزل بالرصاصة ديت، اول ما الرصاصة تلمس الارض تحرك الخيط بتاعك، خلي الخيط بتاعك مشدود بالذات على الوار على الرصاصة. الرصاصة دي انت دايما خلي فيه اتصال ما بين اللبلوب بتاعك والرصاصة، احساسك كله على الرصاصة، افضل مركز مع الرصاصة والسمكة هتدخل معاك في الطريق من كده كده هتحس بيه، السمكة كده كده هتدي لك اشارة ان انت تحس بيه. يا رب يا جماعة نكون قدرت تنفدكم، معلش يا جماعة انا اسف لو طولت في الفيديو، بس هو في ناس محتاجة الكلام ده، فانا عامل الكلام ده عشان خاطرها يعني تمام. ويا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو بعد إذنكم تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتشتركوا في القناة تمام. يا جماعة تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلاص كده الفيديو خلص، نوقف.